بيان قبيلة لحوتة بشان واقعة أرض لحوتية الكائنة بمنطقة سيدي فرش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبادرة منا نعلن نحن قبيلة لحوتة بيت إبراهيم العواقير بجميع تركيباتنا الاجتماعية تنازلنا الكامل عن الأرض المعروفة بالحوتية الكائنة بمنطقة سيدي فرج، والتي حدودها كالآتي: جنوبا الطريق المعبد المار إلى مصنع الإسمنت، شمالا طريق ترابية قبل سويرات التبيات، شرقا طريق ترابية، غربا طريق معبد فرعي، ومن بعده مجرى سيل وادي قطارة، وهي بمساحة 47 هكتار لصالح القوات المسلحة العربية الليبية حسب الاتفاق. وتأتي هذه المبادرة تعبيرا عن رغبتنا الصادقة اتجاه القيادة العامة للجيش الليبي في بناء المؤسسة العسكرية النظامية، وتقديرا لدورها الحقيقي في الحفاظ على سيادة الوطن وحماية ترابه ومقدراته، وتثمينا لمواقفها الوطنية في إرساء الأمن والاستقرار من خلال محاربة الإرهاب والمعتدين، وكذلك ترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية وحماية الوطن والمواطن وبناء دولة المؤسسات والقانون. كما نعلن عن استعدادنا لتقديم الغالي والنفيس وأرواحنا وكل ما نملك فداء للوطن والثبات على الثوابت الوطنية ومواقف القيادة العامة للجيش العربي الليبي، حتى استكمال مشروع قواتنا المسلحة العربية الليبية في تحرير البلاد من الإرهاب والخونة والعملاء والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون. قبيلة لحوتة بيت إبراهيم العواقير بكافة تركيباتها الاجتماعية صدر في بنغازي يوم السبت 12/9/2020.